كابتن ضياء عبد الصمد نجم من نجوم النادي الأهلي أمتع الجماهير كتير جدا في الملاعب، وكمان تألق على المستوى التدريبي سواء مع الشرطة أو مع الداخلية، والنهاردة هيمتعنا طبعا بالتحليل وكلام كتير على مباراتي منتخب مصر مع منتخب توجو كمان على النادي الأهلي. برحب بيك يا كابتن، منورنا. ربنا يخليك يا كابتن سارة، أنا سعيد إن أنا موجود معاكم. كنت قطعت فترة كده لظروف ما يعني، بس أنا سعيد إن أنا موجود معاكم. نورتنا من جديد طبعا، في بيتي يعني. طبعا بيتك طبعا الحمد لله. خلينا يا كابتن نبدا بمباراتي منتخب مصر مع منتخب توجو، وتقول لي شايف المباراتين دول ازاي بالنسبه لمنتخب مصر، يعني سهلين صعبين، الاستعداد ليهم شايفه المفروض يكون ازاي؟ هي سهله وصعبه في نفس الوقت. ماتشين مهمين جدا بالنسبه لمنتخب مصر. لما نيجي نبص لعدد النقاط او للترتيب، المنتخب مصر وبيحتل المركز الثالث بعد جزر القمر وكينيا، وفي الاخر خالص توجو. ماتشين مهمين جدا جدا جدا، انا بعتبر ان الماتشين دول عنق زجاجه بالنسبه لمنتخب مصر، هيريحونا كتير جدا. اي نعم الفاصل الزمني بينهم 3 ايام مش اشكال، ده محلول بالطياره الخاصه اللي مصر هتاخدها ان شاء الله بعد المباراه الاولى. مش عايز ادي للمباراه اكتر من اهميتها. يعني لما يجي نبص لاسم مصر واسم توجو، فرق شاسع جدا في التاريخ وفي الامكانيات أكيد. وحتى في الكواليتي بتاعت اللعيبه. لما تيجي تبص يا كابتن ساره دلوقتي انت على لعيبه نادي منتخب او نادي منتخب مصر على 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 منتخب مصر، عندك 3-4 لعيبه ما شاء الله، اذا كان صلاح او النني او تريزيجيه او كوكا، 3 تقال جدا ليهم تصنيف، وثلاثة بيلعبوا في الدوري الانجليزي. وكوكا يا كابتن. نعم وكوكا، احمد وكوكا حسن. سوري كوكا وكوكا، بس هنقول يعني ايه، يمكن كوكا ما كانش ليه الحظ الاكبر مع المديرين الفنيين اللي كانوا موجودين قبل كده في منتخب مصر، زي ما كان تريزيجيه او النني او صلاح موجودين في التشكيل الاساسي على طول مع منتخب مصر. مش عايز زي ما اقول اديلهم اكبر من حجمهم، ولازم احترم الخصم كويس جدا. ما بقتش دلوقتي يا كابتن ساره بالاسماء، لا بقت بالتدريب وبالاداء وبالرغبه، وانت عايز ايه المباراه. دي مهمه جدا، وعلى ما اعتقد ان كابتن حسام جهاز كله جهاز مصري واللعيبه عندها من الخبرات اللي تقول ان احنا الماتشين دول بالنسبه لهم، اذا كنا فرطنا في 4 بونت قبل كده، فالسته بونت دول بالنسبه لنا هيبقوا عنق زجاجه. انا بعتبرهم مهمين جدا في مشوارنا، ان شاء الله السته بونت دول مهمين، لازم ناخدهم باذنك يا رب، ان شاء الله ناخدهم السته بونت دول. بعد كده هتلاقي الامور كلها اتفتحت بالنسبه لنا، لان ما خلاص لو لا قدر الله حصلت مشكله هتبقى فرصتنا صعبه جدا يعني.